أهلا بكم. قالت ثلاثة مصادر تجارية إن شركة تسويق النفط العراقية سومو باعت شحنتين من خام البصرة تحميل آب بعلاوات أعلى عن طريق عطاءاتها. وأوضحت المصادر أن شيل اشترت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف بعلاوة أعلى بقليل من دولار واحد للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام، في حين اشترت بترو دايموند مليون برميل من خام البصرة الثقيل بعلاوة تقترب من دولارين للبرميل فوق سعر بيعه الرسمي. وأضافت المصادر أن الشحنات تابعت دون وجهة محددة، لكن من المرجح أن تذهب إلى أوروبا. أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أن وزارة الصناعة ما زالت مستمرة في إبرام عقود مشاركة مع شركات غير رصينة، وذلك للاستحواذ على العقود والصفقات التي تبرمها الوزارة مع الجهات الأخرى. من ناحية أخرى، أشارت اللجنة إلى التنقلات في الوزارة والتي وصفتها بالمشبوهة، وقالت إن ما يجري من تنقلات ظاهرها تنظيمي ولكن تشوبها علامات استفهام. كشف النائب عن حركة التغيير في برلمان كردستان العراق دابان محمد عما قال إنها طريقة ملتوية لتجاوز حظر استيراد البيضة. ونشر النائب محمد وثيقة صادرة عن جمارك كردستان العراق تطلب تسهيل مرور شحنة بيض إيرانية الإنتاج عبر منفذ باشماغ الحدودي بين السليمانية وإيران بدعوى تصديرها إلى سوريا، لكنه شكك بمسار الشحنة مؤكدا أن البيض يدخل إلى أسواق كردستان بمرافقة حماية المسؤولين في أربيل. ومنذ إعلان الحكومة في بغداد وقف استيراد البيض، تتحدث أوساط عديدة عن انتعاش طريق كردستان العراق كممر بديل لتوريد البيض المستورد، حيث تغير من أوراقه بشكل رسمي هناك ليسوق إلى بقية مناطق العراق. قالت دائرة الصحة بمحافظة ديالى إنها أحبطت دخول 77 طن من المواد الغذائية الفاسدة إلى أسواق مدينة بعقوبة. وأضافت الدائرة أن المواد الغذائية الفاسدة عبارة عن أغذية ومعلبات، بالإضافة إلى أكثر من 9000 لتر من العصائر والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. يذكر أن ظاهرة الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك قد تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب فساد جهات وأحزاب متنفذة وميليشيات تتلقى عمولات مقابل تسويق هذه المواد. قالت وزارة التجارة إنها أغلقت عددا من المطاحن في محافظات التأميم ونينوى وأربيل بسبب مخالفات نوعية في إنتاج طحين الحصة التموينية. وقال المدير العام لدائرة الرقابة التجارية علي الشلبي إن الوزارة تمكنت من ضبط عدد من المطاحن المتلكئة والمخالفة لشروط العقد وإيقاف عملها فورا لحين إكمال المتطلبات المطلوبة من حيث التعفير والنظافة، والتأكد من خلال لجنة تخصصية مشتركة مع الشركة المعنية. وأشار الشلبي إلى أن الوزارة أغلقت 7 مطاحن في كركوك ومطحنتين في أربيل ومثلهما في نينوى، في حين تم تأشير عدد من الملاحظات عن مطاحن أخرى بهدف معالجة مخالفات بسيطة تم إبلاغ أصحابها بها. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. في أمان الله.